تستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات متواصلة من هنا من أرضية ميدان التحدي على البركة. مشاهدينا الكرام ينطلق شوطنا الرابع عشر، وشوطنا الرابع عشر حاملا في تحديات أيضا ومنافسات الصباح هنا في هذا المسار الرائع على البركة. مشاهدينا الكرام الزمول بالانطلاق، والثمانية كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن. على البركة نبدأ، على البركة نسير ونتابع البداية حيث تسير الأسماء مسجلة لنا الحضور الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع مقدمة هذا الشوط، وهناك بديع على المركز الأول، سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يقدم لنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك عز الجيش مشعل بن حسين بن عبد الله الزيد الشريف ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك شاهين محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري ثالثا. أما المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك ولد مطيل ينطلق مع المركز الرابع احمد وخزع بالعثه بالهركي العامري رابعا. والمركز الخامس، خامس المراكز، المركز الخامس من الجانب الاخر هناك ايضا ينطلق من خلاله هذا هو بديع على المركز الخامس، سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر على المركز الخامس. يا سلام، هكذا النتيجه للاسماء المنطلقه، للاسماء المندفعه. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول والقمة والصدارة هذا الشوط. هناك شاهين سالم بن فرحان بن خميس هناك ينطلق مع المركز الأول العنزي على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، المركز الثاني والتحدي الرائع. المركز الثاني من الجانب الاخر هنا التسلل، هل الانضمام الرائع في هذه الكوكبة الثلاثية التي تسير بناموس هذا الشوط. هناك عز الجيش مشعل بن حسن بن عبد الله بن زيد الشريف ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز من الجانب الآخر هناك أيضا شاهين محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري ثالثا. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك أيضا المنطلق بالإثارة والإثارة تستمر هناك مع البدع، سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام، نتابع المركز الخامس ونتابع الإثارة ضمن هذه المنافسات التي تأتي هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك أيضا الأسد محمد بن سعيد بن حمد، هناك المري ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع القمة والصدارة. لابد مشاهدينا الكرام، لابد من ايضا التميز الرائع والاداء الرائع هنا على ارضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، ميدان التحدي هو من يحتضن هذه المنافسات القوية. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة ونتابع شاهين، شاهين ما غير الصدارة، محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري يقدم لنا شاهين على القمة وعلى بداية هذا الشوط. عز الجيش مع المركز الثاني، هناك مشعل بن حسن بن عبد الله الزيد الشريف ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، المركز الثاني شاهين سالم بن فرحان بن خميس العنزي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الثالث، المركز الثالث هذا هو مشاهدينا الكرام ينطلق مع المركز الثالث. هناك بشعار العنزي بن فرحان شاهين المركز الرابع، رابع المراكز هذا هنا بديع
سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. أما المركز الخامس خامس المراكز هناك الأسد محمد بن سعيد بن حمد المري ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع القمة، مع هرم هذا الشوط. يا سلام المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك أيضا من ينطلق بالقمة، هناك شعار بن هليل من يتقدم الجميع، من يسيطر على زمام الشوط. يا سلام يا بن هليل على هذا الأداء الرائع هنا على القمة. هو شاهين على صدارة محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري، يقدم لنا شاهين والسلالة الشاهنية الذي تنطلق مع القمة مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك عز الجيش مشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، هناك بديع على المركز الثالث سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر ينطلق مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز الأسد محمد بن سعيد بن حمد المري رابعا. المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام، هناك الدخول من نشوان فهد بن فرج بن هادي بن هليل الغفران المري مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط. ولكن لنعود مع البداية، لنعود مع القمة، لنعود مع شاهين على المركز الأول محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري، يقدم لنا شاهين على الصدارة وعلى البداية. عز الجيش مع المركز الثاني مشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف ينطلق مع المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث المراكز، هناك أيضا بديع سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يقدم لنا بديع على ثالث المراكز. والمركز الرابع رابع المراكز الأسد محمد بن سعيد بن حمد المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام، هناك أيضا الحذر راشد بن غالب الراشد المنصوري ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. ولكن لنعود مع البداية، لنعود مع بن هليل على المركز الأول محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري، يقدم لنا أيضا هناك شاهين على البداية وعلى القمة. ولكن هنا التسلل في هذه اللحظات والتسلل في هذه الرياضة مسموح. يا سلام غير هناك من الأسد اللي كشر عن أنيابه وغير الصدارة. محمد بن سعيد بن حمد المري يقدم لنا الأسد على القمة وعلى هرم هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك بديع سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر ينطلق مع المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث المراكز شاهين محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز عز الجيش مشعل بن حسين بن عبد الله آل زيد الشريف ينطلق. هناك مشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف مع عز الجيش على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز وصل براك عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري ينطلق مع المركز الخامس. هذا بأول ندى وصلنا مشاهدينا الكرام. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. الأسد على المركز الأول محمد بن سعيد بن حمد المري، من يقدم لنا الأسد على البداية وعلى القمة. المركز الثاني يا سلام شاهين عاد للمنافسة على ثاني المراكز محمد بن طالب بن هادي بن هليل المري ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز براك عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري ينطلق مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك بديع سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر ينطلق مع المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز من الجانب الآخر. يا سلام على زمو
على هذه الأداء الرائع في أشواط الزمول، فحول المستقبل بلا شك من الجانب الآخر. هناك أيضا المنطلق والمندفع بالأداء الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام لكي يسجل حضوره ضمن أيضا دائرة المنافسة الخمسة اللي أيضا مسموح من خلال الإذاعة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة هذا الشوط. هناك الأسد على المركز الأول محمد بن سعيد بن حمد. هناك المري من يقدم لنا الأسد على الصدارة وعلى البداية. براق مع المركز الثاني، يأتي في براق عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح. المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز هناك بديع سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مجد منصور بن غانم بن منصور الخيارين مع مجد. مشاهدينا الكرام يصل على المركز الرابع من الجانب الآخر والمركز الخامس، خامس المراكز. المركز الخامس شاهين محمد بن طالب بن هادي بن هليل. المري على المركز الخامس. يا سلام يا سلام، هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى. ولكن وصلنا المنعطف الأخير، وصلنا المنعطف الأخير إلى خط النهاية وإلى الفوز. ولكن هناك براق من سيطر على زمام الشوط. عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري من يقدم لنا براق على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك بديع سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام يا سلام، وصل القصور محمد بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصل مع القصور في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. يا سلام يا سلام. وهناك مشاهدينا الكرام ينطلق من خلال مجد منصور بن غانم بن منصور الخيارين مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الآخر. هناك الإثارة متواصلة والتحدي مع مايهاب عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. براق على الصدارة عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري من يقدم لنا براق. ولكن القصور راعي إنجازات بلا شك. القصور يعلن أيضا هذه الانطلاقة الرائعة. القصور يا سلام يا سلام، يتقدم القصور محمد بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري بن عويضان. ند الشبه تحتفل بإنجاز القصور على الصدارة، القصور على المقدمة وعلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، يضيف إنجازا تلو إنجاز من خلال أيضا تحديات الكبار. يا سلام يا سلام يا محل الرقص مع الكبار. وهذا هو القصور، هذا هو القصور على القمة وعلى صدارة هذا الشوط. سلام بن عويضان، سلام سلام بن عويضان، وسلام يا ند الشبع، سلام يا ند الشبع على هذا الفوز وانتصار القصور بالمركز الأول. محمد بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، تهانينا والناموس على فوز القصور بالمركز الأول بدون أي منافس. هذا هو القصور يصل إلى خط النهاية مهديا أيضا محمد بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري أجل هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني كان فيه مشاهدينا الكرام براق عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري، والمركز الثالث كان فيه مشاهدينا الكرام مجد منصور بن غانم بن منصور الخيارين، والمركز الرابع المركز الرابع. مشاهدينا الكرام نتابع المركز الرابع. مشاهدينا الكرام كان فيه مشاهدينا التوقيت الزمني. نعود مشاهدينا الكرام مع توقيت القصور، تهانينا والناموس يا بن عويضان على هذا الفوز. محمد بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري 13 دقيقة و29 ثانية 6 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت القصور. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلنا من خلال براق عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري 13 دقيقة 30 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث وصلنا من خلال مشاهدينا الكرام مجد منصور بن غانم بن منصور الخيارين، حيث قطع مسافة السباق 13 دقيقة 31 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز.